نسولف براحتنا. شو قصة سفيرة التسامح؟ إن شاء الله أكبر العباقرة، ما بتوصل. مش معقول إن نحن نتم متحجرين لأن الشموخ مو قادرة تواكب هذا التطور. أنا كان طموحي إن أكون سفيرة للأمم المتحدة. أنا أسوي فيديو فاضح ممكن ينتشر بسرعة، ينتشر وبضرب كالنار في الهشيم الساحة كلها يعني. نعم. ما كنت متوقعة ولا كنت يعني ناطرة هالشيء. أنا امرأة تقليدية جدا يعني. افتحي بيت، سبحان الله، هذا بيتك. تنصحي العالم وتقولي للعالم ترى الاثنين لازم يكونوا متفقين، انت بتعرفي تنجحي علاقة؟ لا مستحيل ولا مرة. طيب وانت ما عملتي عمل له علاقة بهذا الموضوع؟ لا والله انا ولا مرة غني في صالون. لا عم استخدمها، انا احس فيها. ولا ما بتعتبري النجاح الا لما الناس تعرفك كرمال هذا الاكسبوجر تبع الشهرة وانه انا مشهورة وانه انا بعمل كتير شغلات؟ يعني أنا لما بنزل حق هالشغلات أنزل بقلبي مو بأنزل بعقلي. كم عملية تجميل عاملة؟ على فكرة ضاعت هويتك. هذا مستوى من الفن اللي أنت بتطمحي له؟ لا ما قلت لك كذي. أكثر من هيك ما عاد في شيء تحكي. تفضلي على كرسي الشهرة والنجاحات، تفضلي. أنت ليش ما ركزتي على موهبة الغناء؟ سيئاتها الغرور أتخوفني. أنا ما صورت، هم صوروني. مين الجهة المنتفعة من العمل الخيري اللي عملتيه؟ أنا هدفي شيء ثاني. اللي بده يعطي الحسنة للناس مو ضروري يشهرها. لا والله تحمس لأن يعني كلامك ينرفزني. يلا قولي أنا ليش موقفة. يعني بفهم من الحديث إنه سوقك وقف. يا هل ترى شهرتك مو هي المفروض تفرض على الناس إنها تجيبك تشتغلي معها؟ ما في ولا شيء، تفاهة مثل اللي في السوشيال ميديا. كيف صرت انت ممثله اذا ما بتحب المسرح وهو ابو الفنون؟ تلعثم من لساني هالكلام، من لساني هالكلام. الله معك. خلاص؟